العاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. هكذا رد العلامة ابن باديس عليه شآبيب الرحمة عندما حاولت فرنسا الصليبية طمس الهوية الإسلامية الجزائرية في أحلك وأصعب ظروف هذا الشعب، ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر دينه ولو بعد حين. إن الجزائر أيها الكرام أرض طيبة عظيمة، عاشت في تاريخها أزمات ومراحل عصيبة قبل مجيء الإسلام وبعده، وما زادها ذلك إلا صلابة وقوة، وما زال أهلها في عز وارتفاع بعد تمسكهم بدينهم وحرصهم على مكونات هويتهم، ومع محاولات المستعمر الفرنسي البائس طمس معالم هذه الهوية الطيبة، إلا ويزداد الشعب الجزائري إصرارا على الحفاظ عليها رغم تضررها من كيد الغاشم. يقول العلامة الشيخ البشير إبراهيمي عليه رحمة الله: إن هذه الأمة كانت قبل الاستعمار ذات مقومات من دينها ولسانها، وذات مقومات من ماضيها وحاضرها، وكانت أرقى عقلا وأسمى روحا وأوفر علما وأعلى فكرا. إن الأصل أيها الكرام أن يكون التحاكم لشرع الله بين المسلمين، لأن إسلامهم مبني على التسليم لشرع ربهم، قال سبحانه: إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. ويشاء الله عز وجل أن نصرف عن هذا المهيع الرشيد إلى دساتير وقوانين وضعية لاعتبارات كثيرة، من عامل ضعف الهوية والاستعمار الصليبي الفرنسي وتحكيم العوائد الباطلة والاغترار بالنظم العالمية الزائفة ووجود من ينافح عنها بين ظهرانينا، والله المستعان. لقد تقرر أيها الكرام إجراء استفتاء حول مشروع دستور جديد جمعه ثلة ممن خولهم رئيس البلاد ذلك، وتعاقب على النظر فيه أغلب الطبقات المكونة للمجتمع من قانونيين ومثقفين وكتاب وسياسيين وصحفيين وبرلمانيين وغيرهم، وغاب عن هذه الاستشارة أغلب أهل العلم العارفين بشريعة رب العالمين وأهل الفضل ذوي العقول الراجحة والحرص على مصلحة البلد. ومع ذلك قام جماعة من الغيورين إيصال مجموعة من الاقتراحات والتصويبات والتعديلات التي مست ركائز الهوية ودين الأمة، وللأسف كل هذه المساعي لم تؤخذ بعين الاعتبار في الجملة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إن المساس بثوابت الأمة من شأنه أن يذكي ويعزز البلبلة والاضطراب ويحيي شرورا كنا بمنأى عنها. لقد وجدت أيها الكرام مصطلحات ومواد ونقاط تهدد هذا الأصل الأصيل الذي عشنا لأجله ونموت لأجله. إن إطلاق حرية العبادة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان معناه تسويغ عبادة غير الله ورؤية جميع الملل والنحل والمنحرفين وكل من يدعي عبادة يراها بهواه أن تكون بمرأة ومسمع من المواطنين الجزائريين المسلمين، وكفى بهذا فسادا وإفسادا، مع أن الإسلام هو دين هذا البلد وأهله يدينون به ربهم منذ عصور ودهور متطاولة. وتحييد المدرسة معناه أن يتجرد التلميذ والطالب من هويته ودينه وأخلاقه، فيتعامل مع كل المبادئ الكفرية والمنحرفة والأفكار الهدامة بدعوى الحياد والموضوعية، وهذا هدم لاسم المنظومة التي حملت اسم التربية والتعليم. فمتى تخلى الطالب عن تربيته وعقيدته خرج علينا تلميذا ضائعا مشتتا، لا يعرف انتماء ولا يعظم خلقا ولا يرده عن غيه، وازع في المكان الذي ينبغي أن يتلقى فيه التربية والأخلاق، وكفى بهذا فسادا وإفسادا. وإطلاق القول بحفظ الحريات
معناه التجرد من عبوديتنا لله عز وجل أمام كل ما نهواه من قول وفعل، وفتح هذا الباب أمام كل مفسد وفاجر وشاذ يريد نشر الرذيلة والفواحش، وكذا فتح الباب أمام العصبيات والأقليات التي تريد تفريق الأمة وتشتيت وحدتها. كل هذا تحت اسم الحرية، وهي في حقيقتها عبودية لغير الله وبقاء تحت رق الهوى وحظوظ النفس. وبسبب هذه الحريات المنفلتة صرنا نسمع ونشاهد من يخرج علينا من المأجورين والمنسلخين عن شريعة رب العالمين، من يطعن في دين الله وينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتحرك أحد ممن له كلمة في هذا البلد غيرة على دين الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفتح الباب أمام لغات هزيلة ولهجات ليس لها تاريخ معناه طمس اللغة الأم، وهي اللغة العربية، لهذا الشعب المسلم الجزائري، وغير ذلك من المساوئ التي تهز ثبات واستقرار هذا البلد وشعبه. ولا ينبغي للعاقل أيها الكرام أن يبارك شيئا إلا بعد تصوره ومعرفته والنظر في ثمرته وعاقبته. وما حال من زكى وأثنى ودافع إلا كمثل من سمع الديكة تصيح فصاح معهم، والله المستعان. ولو ذهبت إلى أكبر منحرف في هذا البلد وساومته على الإسلام فلن يقبل بذلك رغم تقصيره، وما ذاك إلا لتجذر الإسلام في قلب هذا الشعب الجريح الذي طمست هويته على مر فترات متطاولة من الزمن. إن المواطنين الذين يكونون شعب الجزائر هم المسلمون المؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان الدين وثوابت الملة، وليس بينهم مواطن غير مؤمن بحمد الله، فدستور لمواطن غير مؤمن محله في غير الجزائر. ولن يسومنا أيها الكرام أحد عن حبنا لوطننا، فحبه نابع من سويداء القلوب، وحبنا له هو الذي يحملنا على أن نحافظ على ديننا وهويتنا ومقدرات هذا البلد ومكتسباته. يقول الإمام الذهبي رحمه الله واصفا نبينا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب جبل أحد ويحب وطنه. أما وقد عرضت مسودة هذا الدستور المسودة على الاستفتاء والنظر فيها، وقد خيرنا بين قبولها ورفضها، فإنه يجب على كل مواطن مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن ينكر المنكر ويدفع الباطل وما يمس عقيدته وهويته ودينه بقدر المستطاع، فيصوت بلا تقليلا للشر ودفع للضرر. فشريعتنا شريعة المصالح جلبا وتحصيلا، وللمفاسد دفعا وتقليلا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليس القصد من هذه الكلمة سوى تأدية واجب النصيحة الذي فرضه علينا ديننا وأملاه علينا إحساسنا بواجب المسؤولية وخطورة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله نسأله أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنبنا الشرور والفتن وأن يسلك بنا سبيل المصلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.